الله. جون 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 قوي جدا، تسديده سمخيه. الدقيقة 87، الهدف الثاني للنادي الاهلي، جول في وقت قاتل، جول في توقيت قاتل. الدقيقة 87 الاهلي 2. مين بقى يا جماعة؟ احنا ما شفناش، لسه ما شفناش مين اللي لاحظ الهدف. مش مهم مين اللي جاب الجول، المهم جول. اوه قفشه قفشه يا ولد، يا قفشه يا ولد، قوي 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 قوي. تسديدة هايلة، قفشة كرة كل سنه يعملوا فيها الحركه دي على فكره، يقولوا لي طب بس اسكت ثانيه، اقول قول اسكت بس عشان هنجيب لك بتاع حلو. مش ليا انا ان انا ما بحبش دي، كانت بيجيبوا لك اللقطه، يجيبوا لي اللقطه بس. تقول على التصوير ده، ان دي كانت اول مره نعمل الاستوديو لوحده والقسم، كنا الاول بنعمل شاشه ونجيب نجوم برضه، حضرتك جيت معانا ونحرك اسهم وبتاع. لا المره دي اتعمل استوديو، اصل ده انفعال طبيعي يا جماعه. طب يعني ما هو انفعال طبيعي، رد فعل الطبيعي بتاع واحد اهلاوي طبيعي. ما هو يعني ما هو للامانه برضه، للامانه برضه لما عارف انه ما فيش تصوير يعني. لا والله انا بقول لك ساعتها قالوا لي عراقي، قال لي هو لا ده انت كمان سمعت، وكله بيقول يا جماعه مش هنصور بقى دلوقتي، هنستنى شويه يعني. انا عادي بقى، واخد راحتي بقى. ايوه مفيش ممكن طبعا جد في التاريخ، هتفضل للتاريخ. مفيش حد في مصر ما كانش بيتكلم على الماتش ده، حتى لما تاجل لو تفتكر فتره واحد ما نامش، الناس كانت بتمشي تكلم نفسها في الشارع. ايوه فاكر اختبارات كورونا، اختبارات كورونا وتست ايجابي واللعيبه اللي هيلعب كهربا، لا وليد سليمان وصالح جمعه وديانج، كان ثلاثه احنا ثلاثه كهربا. كهربا لحق في الاخر، راح اخر تمرينه. الزمالك كان عنده عبد الله والونش والونش واوباما، مين تا اوباما 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 لا اوباما. وتشكيل الزمالك كان برضه قوي جدا، خبر ابيض يا خبر ابيض، قوي قوي ده كمان يعني، من افضل التشكيلات لنادي الزمالك في ال 20 30 سنه.